يخص يعني المواطنين اللي في بعض الاحيان سكونا كونستاتي يعني اللي شفناها راهم متخوفين في الايام الاخيره هذه من تبرع بالدم. انا نقول لهم يعني باسم جماعه المستشفى باسم دي اس بي جون بيرمي دو بارلي يعني العمليه مضمونه من طرف الطاقم الطبي وما فيها حتى خطر على لي دونور دو سان على لي دونور دو سان. دونك شو كيفاه احنا نقولوا باللي نطلبوا ثاني من المواطن السكيكدي باش يتقدموا ثاني وياخذوا قدوه ويتقدموا للتبرع بالدم في هذه الايام العصيبه. الناس ولات تخاف من المرض ولاو ما يحبوش يجيو يتبرعوا يخافوا من لوبيتال. يقول لك على لي موايا دو بروتيكسيون وعلى المرض ما لا ولينا نوجهنا للجهات باش نديروا حملات تحسيسيه للتبرع بالدم. والحمد لله الحمايه المدنيه استقبلتنا اليوم وكانت مبادره مليحه.